يعد حي بياسة من أهم الأحياء العتيقة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لما فيه من معالم تشد الزوار الأجانب والمواطنين على السواء. مراسلنا جابر منصور يقدم لنا لمحة عن هذا الحي وجمالياته. للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا سحر وجاذبية، خاصة عندما تزورها للمرة الأولى. فالعاصمة التي أسسها الإمبراطور منيليك الثاني بنيت معظم أحيائها القديمة على الطراز الإيطالي، وهو ما يظهر بوضوح في ثاني الأحياء نشأة في العاصمة. حي بياسة، والاسم يعني بالإيطالية الميدان أو الساحة. هذه البنايات العتيقة والشوارع المزدحمة والأسواق المتنوعة تتصدر اهتمامات الزائرين، وتعتبر كنيسة القديس سان جورج أبرز المعالم التاريخية والدينية، وهذه أمر ببنائها منيليك الثاني عام 1897، كما امتدت إليها يد الإصلاح والترميم في فترات لاحقة لكونها معلما دينيا وجزءا من تاريخ البلاد. هذه كنيسة القديس سان جورج، وهي من المعالم البارزة في بياسة، يأتي إليها المصلون من كل الأماكن القريبة. هذه الكنيسة بناها منيليك عام 1897. لم تكن الكنيسة للعبادة فقط، فهي تمثل أيضا تاريخ المدينة، وتتوسط هذا الحي، وهو ما يجعلها وجهة مهمة للزوار. يلاحظ الزائر أن الغالبية العظمى من الموجودين في حي بياسة من فئة الشباب، وهو ما رسخ في الوجدان أن بياسة المكان المفضل لالتقاء العشاق والمحبين، لما يتميز به من جاذبية، خاصة مع توفر المقاهي العامة العتيقة والحديثة على حد سواء. ويعد حي بياسة القلب النابض للعاصمة الأثيوبية لموقعه، إذ يتوسط أديس أبابا وإليه تنتهي معظم خطوط المواصلات العامة، فيرتبط بكل أحياء العاصمة بالحافلات الكبيرة وسيارات الأجرة إلى جانب القطار الكهربائي. أعمل سائقا منذ أكثر من 4 سنوات هنا، وكما ترون لهذه المحطة تاريخ قديم، فهي ملتقى للمركبات. فضلا عن ذلك هي أيضا محطة للسكة الحديدية والقطارات السريعة التي تعمل منذ 6 سنوات. الموقف مزدحم بالقادمين من كل مكان، وهي قريبة من العديد من المؤسسات المهمة. بدأ ظهور العروض السينمائية في أديس أبابا عام 1899، عندما بني أول دار لها، سينما ميغا، وكان الأثيوبيون يطلقون عليها اسم بيت الشيطان لكونها تحرك الصور بطريقة لم يألفوها من قبل. بنيت سينما أثيوبيا عام 1927 في حي بياسة، حيث تعتبر ثاني أقدم سينما بعد أول دار للسينما في البلاد، وهي سينما ميغا التي بنيت عام 1899. سينما أثيوبيا واحدة من أفضل الأماكن التاريخية التي يمكنكم زيارتها في أديس أبابا. سابقا كنا نعرض الأفلام الإنجليزية والفرنسية والهندية، لكن مع التقدم في صناعة السينما أصبح الإقبال على السينما ذا أهمية كبيرة لدى المشاهد. يعتبر حي بياسة الأشهر من ناحية العمران على الطراز الإيطالي، كما هو الأكثر حضوراً على المستوى الاجتماعي في أديس أبابا، وهو المكان الأكثر رواجاً في خارطة الأماكن السياحية والتاريخية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. هذا التمثال بناه الإمبراطور هيلا سلاسي عام 1942 تخليداً لذكرى والده مكنن، ولكن المكان خلد ذكرى مكنن بهذا التمثال الصامد أمام رياح الزمان، فضلا عن جسر مكنن الشهير عند سكان أديس أبابا وزوار بياسة.
ليس هذا فحسب، فهذا النصب الحديدي بناه هيلا سلاسي على هذه التلة المواجهة لجسر مكنن كأول صنبور عمومي للمياه ليشرب منه سكان الحي. كل ذلك ملامح من إرث أثيوبيا وتاريخها بنكهة إيطالية ترسخ لعراقة البلاد وشعبها. أعيش في بياسا منذ زمن طويل، ولدي هنا مصالح وأصدقاء، كما أمتلك فندقا قريبا من هذا المكان. بياسا هي المدينة المركزية الرئيسية في أديس أبابا، وقد أنشئت جميع المباني القديمة على أيدي مهندسين يونانيين وإيطاليين في عهد الإمبراطور هيلا سلاسي. الشباب يأتون هنا للترفيه والمؤانسة. لم يكن مستغرباً أن يترك الطليان اسم بياسا ليظل مخلداً في الذاكرة الأثيوبية، فكل شيء هنا برائحة روما وتصميمها، وليس ببعيد عن سينما أثيوبيا تتسع المساحات للعشرات من المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب والفضة والألماز. ورغم كثرة محلات المجوهرات فقد قل الطلب على ما فيها بسبب وباء كورونا، لكن الحركة تزداد في مناسبات معينة مثل رأس السنة والأعياد الدينية لكل الطوائف من مسيحيين ومسلمين. أعمل في محل المجوهرات الذي يخص والدي، فنحن نتاجر بالذهب منذ 20 عاما. محلات بيع الذهب والمجوهرات في بياسا كثيرة جدا، معظم الناس يأتون إلى هنا لشراء المجوهرات لأغراض الزفاف وهدايا أعياد الميلاد وللمناسبات الخاصة، والسوق مستعد لتلبية رغبات الزبائن من الأجانب والمواطنين، وأكثر قاصدي سوق الذهب من النساء. صورة الإمبراطور هيلا سلاسي تجدها في كل مكان، في الشوارع أو في تصاميم الملابس، فالرجل محفور في ذاكرة الأثيوبيين، وهنا جزء من تصميم المدينة، جسر بني على الأرض يربط بين شارع بياسا وامتداداته العلوية، اسمه الشهير 70 درجة، يمكنك الاستراحة فيها إذا شعرت بالتعب. هذا المدرج اسمه 70 درجة لأن فيه 70 درجة متتالية في شكل سلم يتدلى ليكون ممرا رابطا بين المنطقة العلوية وشارع بياسا الرئيسي من الناحية السفلية. يقول البعض إنه بني في عهد الأمبراطور منيليك الثاني، بينما يعتقد آخرون أنه بني في عهد الأمبراطور هيلا سلاسي بعد الحرب الإيطالية. فندق الإمبراطورة تايتو يعد من أقدم فنادق أديس أبابا ومن أشهر معالم حي بياسا، إذ تم تأسيسه عام 1905، وهو أول فندق في أثيوبيا على الإطلاق. أسسته الإمبراطورة ليكون نزلاً لإقامة الضيوف، خاصة وأن مقاهي حي بياسا مشهورة بتقديم أجود أنواع القهوة، ذلك أنها تتميز بطعم يجعل المرء يتردد باستمرار على شربها. ومع ذلك فإن الزوار لا يملون من معاودة الزيارة للوقوف أمام النصب التذكارية للإمبراطور منيليك الثاني في مواجهة مبنى إدارية أديس أبابا وموقف المركبات العامة، ريثما تتجه أنظارهم إلى تمثال أبونا بطرس الذي قاوم الاحتلال الإيطالي ورفض الانصياع لأوامره. سياحة زاخرة بمتعة المشاهدة التي لا تتكرر. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.